والله ما يكتمل صباحي بدون هالقعدة. نور عيني وتاج راسي، هلا حيا الله من يانا، عساني ما انحرم منكم يا رب. هاللحظة غيرت كل حياتي. أنا الحالة رقم، باستهتاري وعدم التزامي بالاحترازات نقلت الفيروس لعشرين شخص من عائلتي. من ضمنهم أمي وأبوي، عيالي، زوجي، كل خواتي وعائلاتهم. شفت أقرب الناس لي يتألمون. سبب لحظة استهتار مني، ما كنت أقدر أحضنهم، أخفف عنهم الألم، أو حتى أعتذر عن أني كنت السبب أنهم يفقدون الحياة.